رايت ماركتينج تقدم النجم أحمد عز في مصباح علاء الدين. شبيك لبيك الجن بكبك ساعده ومد له ايديك. ساعدك مين؟ هو انا اللي جوه مصباح علاء الدين؟ ولا ولاقي فانوس علاء الدين لاطلب منه ذهب وفلوس عالكل هرش شمال ويمين وبرجلنا عالفقر هدوس. ايش معنى الناس عايشة بملايين ولا معيش غير بس الملايين ده اكيد هم ليوا الفوانيس وانا بس اللي عايش منحوس. مصباح علاء الدين بطولة نور صلاح عبد الله هالة فاخر حسن مصطفى ميمي جمال. هو انا يعني ما احلمش بكباب وسنيه محشي مش عايز اسمع كلمه ما معكش ما يلزمكش وانا يعني ما نفسيش اتجوز واب واعيش واركب عربية زيرو في السيما سيب بقشيش. مصباح علاء الدين تأليف محمود البزاوي أغاني رشا البنا ألحان هاني النبيل توزيع خالد نبيل إنتاج رايت ماركتينج. مصباح علاء الدين إخراج عبد المقصود محمد. يخرب بيت الفانوس على اللي عاوزين الفانوس على اصحاب الفانوس. ها اللي هم مين بقى اصحاب الفانوس؟ هم اللي هم بقى يا زبيت. وانت محموق قوي كده ليه؟ عشان خلاص ما عدتش مصدق اللي بتقوليه ولا اللي بتعمليه. عملت ايه انا بس؟ اسكتي قبل ما تقولي اي حاجه تتحسب عليك. ها زي الحاجات اللي اتحسبت عليكي قبل كده. حاجات ايه اللي حسبتها عليا يا مصباح؟ انك قلتي في مكتب المحافظ انك خطيبتي وانا بطيبتي صدقت. وانت صدقت بقى؟ ما ضربتكيش على قدي كزبيدة عشان تقوليها. ها قلتيها ليه؟ ها عشان الفانوس مش كده؟ منعون ابو الفانوس وهو لو التقيت الفانوس تتحسبي عليا خطيبة ولو ما التقيتوش تقومي تدوري على واحد غيري يمكن يكون مع الفانوس زي عفروتو. ها واظن بقى لما سألوك عن عفروتو قلت لهم ايه؟ خطيبك هو كمان؟ لا لا يا زبيدة الظاهر انك فهمتي مصباح غلط. مش مصباح يا ست زبيدي اللي يتلعب بيه. مش مصباح اللي يتلعب بيه زي الكورة او يكون زي الندغة في بقك. لا يا بالتعديلي الظهر عليك معرفتنيش كويس. يلا يلا امشي من قدامي دلوقتي ومن هنا ورايح. انا مش عاوز اعرفك ولا اشوفك ويا ريت يا ريت ما تدوريش لا عليا ولا ورايا. مصباح استنى يا مصباح مصباح. وانت عملت في زبادة كده ليه يا مصباح؟ كان بتعرفني وتودني وبتسأل عليا وعليكي عشان الفانوس. وهو مين اللي يعرفك دلوقتي عشان انت مصباح؟ يعني ايه؟ يعني كنت هتشوف مكتب المحافظ وتقعد معاه ازاي لو ما كانش الفانوس هو اللي بينكم؟ ولا سعوا في العطار اللي عمال ينطلي كل شوية قال ايه عاوز يتجوزني ويدور معانا على الفانوس. استغفر الله العظيم يا رب. هي الناس عاملين كده ليه بس يا ام عوايد؟ يا ضنايا الناس طول عمرهم كده. احنا اللي كنا غايبين عنهم. برتك ما قلت ليش عملت ايه زبيد؟ شفتها النهاردة مع عفروتو. ايه وعفروتو ده يطلع ايه يا مصباح؟ اللي عنده الفانوس. فانوس ايه اللي عنده يا مصباح؟ الفانوس السحري يا اما مش طلع عنده. يعني هو الفانوس موجود؟ يعني هو التلفزيون هيكذب يا معوايد؟ يعني هما قالوها في التلفزيون ان الفانوس عند عفروتو؟ واني سمعها بوداني وقلت اروح له بالحسنى واقول له ان الفانوس ده فانوسي وان الفلوس اللي هتيجي من وراه هتبقى فلوسي. وقال لك ايه؟ ما لحقتش اقول له ولا يقول لي. ليه؟ شفتها واقفه مع عفروتو واول ما شافتني طارت وانا طرت وراها وبعد كده بقى حصل اللي حصل اللي قلت لك عليه.
وانت زعلانة يا بنت يا زبيدة عشان عمل كده؟ زعلانة وفرحانة ياما. ليه بقى يا اختي؟ زعلانة عشان مصباح زعل مني، وفرحانة طبعا عشان خلاص راح لحال سبيله وسابك بقى منك لعفرطته. لا لا ياما، فرحانة عشان حاجة تانية خالص. اللي هي ايه بقى؟ اني اتأكدت ان مصباح بيحبني بجد ياما. هو بيحبك؟ دي مش جديدة عليا، انما بقى لو انت بتحبيه تبقى مصيبة عليكي وعليه. جرى ايه ياما؟ جرى ايه يا زبيدة؟ مصباح ده اول واحد في الدنيا دي حسيت انه خايف عليا بجد. بيحبك وبيخاف عليكي، يأمر جن الفانوس زي ما بيديله يديكي. ما هو الفانوس طلع مش معايا ياما، وطلع مع عفروتو. يبقى هو ده اللي نحبه. انت بتقول ايه ياما؟ يبقى عفروتو اللي تحبيه لحد ما تحط ايديكي على الفانوس وتجيبيه. تعرفي ياما، انا كتير قوي بسأل نفسي لو طلت الفانوس ده وطلع لي منه الجن بتاعه هطلب منه ايه؟ هتطلبي ايه يا زبيدة؟ مش هلاقي حاجة اطلبها اكتر من واحد زي مصباح يحبني واحبه ويخاف عليا وخاف عليه. يا مصيبتي، انت تسحر لك يا بنت. يا ريت ياما، يا ريت يكون اتسحر لي وبقت كده، لاني مش عاوز اكتر من كده سعادة. مصباح علاء الدين، مصباح علاء الدين. هسعد نفسي بنفسي، معايا فانوس وجني تحت يدي، هقفل بيتي ودكانتي وعيش سعيد بقيت عمري. هتجوز بنت صبية واخدها وعيش بيها في قصر كبير بعيد عن الدنيا دي. يا راجل، وتحس بغناك ازاي من غير ما تكون عايش في وسط الناس؟ بعدين انت مش فقير يابا، ده انت عندك فلوس تسد عين الشمس من كترها. قر بقى قر يا اخي، عندي اللي عندي ومش سعيد وطمعان يا سنوح في المزيد. اهو بخلك ده يابا اللي مطمعني ان انا الاقي فانوس واطلب من الجن اللي فيه يعمل لي مصنع فلوس واخطف زبيدة من ايدين مصباح خايب الرجل متعوس. تسأل عفتاح يا مصباح يعمل ايه بالفانوس لولا؟ ايوه يعني اديني بشوف دماغ صاحبي رايح لحد فين. اقولك بس ما تقولش لحد. ايه؟ هخلي جن الفانوس يشتري لي الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والمصري. لا، المصري مش حصري وبيتذاع في مصر حتى على الارض. يبقى الدوريات دي بقى لما زاح انا القهوه تكبر وتكبر وتبقى نادي، والنادي يكبر ويبقى عزبه، والعزبه تبقى بلد، وابقى مسكت البلد كلها بالكوره. مسكت البلد بالكوره. طب وانت بقى مصباح اخويا، ايه؟ لو التقيت الفانوس ده هتعمل بيه ايه؟ انا؟ ايوه انت. أنا لو التقيت الفانوس أنا أقدمه شبكة ومهر لزبيدة. قد كده زبيدة غالية عندك يا مصباح؟ أيوه، وأغلى كمان من الفانوس يا عفتاح. لو سمحت يا كابتن. ايه كابتن دي؟ شايفني لابس شولت وفالين لو كاب؟ لو سمحت حضرتك. سمحت يا شيخ. خير؟ ده خان زقزوق. ده خان زقزوق. الاقي فين بقى دكان عطارة زقزوق؟ وعاوز عطارة زقزوق في ايه بقى؟ انا مش عاوز العطارة نفسها، انا بسأل على صاحبها مصباح علاء الدين زقزوق. وعاوز بقى ليه مصباح علاء الدين زقزوق وفي ايه بالظبط؟ انا السواق الجديد بتاعه. نعم؟ سواق مين سعادتك؟ مصباح بيه زقزوق. بيه؟ وانت سواق؟ يعني انت عاوز تفهمني ان العربية دي بتاعته؟ بتاعت الاستاذ مصباح وانا السواق بتاعه. يا نهار ازرق. لا، وانت هتزرق اليوم من اوله ليه؟ وانت هتاخده طبعا في العربية دي اكيد. وهتروح بيه فين ان شاء الله؟ ديوان المحافظة. يا حزني ياما، محافظة البلد اللي احنا عايشين فيها دي؟ اكيد يا استاذ. يا فندي، يا كابتن. الله، هو في ايه؟ بتلف حواليا كده ليه؟ في ايه؟ استنى يا سيدي بشوف، يمكن يكون ليها ديل ولا حاجة. ديل؟ ديل ايه يا مجنون؟ لا 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 لا، مفيش ديل. ايوه صح كده. انا عاوز اعرف بقى، انت بني ادم بحق وحقيقي ولا خادم الخدام الفانوس؟ فانوس؟ فانوس ايه بس يا ابو الكباتن؟ لا قول لي بقى، قول لي عشان انا خلاص ابتدى اخر ربع يضرب.
انت بني آدم ولا خادم الخدام الفانوس؟ انت شايف ايه؟ اكيد انت شايفني احسن مني. انت خادم من خدام الفانوس. صح خادم من خدم الفانوس. صح. وجاي لحد هنا تاخده لديوان المحافظة ليه بقى؟ عشان شغله، مكتبه هناك. انتوا كمان مسكتوا المحافظة؟ يا حزني ياما، والنبي لولوني الولاعة، عاوز اولع روبا. الحقيني ياما. مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين. دبريني يا ام عوايد، دبريني، اعمل ايه دلوقتي؟ ولا ما انا عارفه يا ابني، انا ابتديت اصدق ان عندي فانوس بجد. اهدى يا مصباح. اهدى كيف بس يا ام؟ اهدى كيف وانا عندي عربيه بسواق تحت؟ اصدق مين يا ام عوايد؟ اصدق نفسي ولا اصدقهم؟ ما فيش قدامك يا ابني غير انك تمشي على هواهم لحد ما تعرف اخرتها ايه وياهم. واللي ما يشوفش من الغربال يبقى البعيد اعمى. يعني بذمتك يا ام، بذمتك هيكون عندي فانوس ولا عنديش هدوم؟ أني نازل وراك. ها، أنا آسف سعادتك، سعادة المحافظ كان مسلمني بدلة سلامة لسعادتك ونسيت. اتفضل سعادتك. طيب استناني انت تحت. ها، ازاي الحال يا ام عوايد؟ زين يا ولدي. ايوه صح، زين صح. واني يا دوبك بقول هدوم اقوم الاقي البدلة على الباب. يا نهار ابيض. طب ده اسمه ايه بقى يا اما؟ بتقول ايه يا نوح؟ انا ما قلتش يابا، انا شفت بعناية عربية سد الخان وكونستابل سابق العربية. وده معناته ايه هذا نوح؟ معناه واضح زي الشمس. تقصد يعني ان الفانوس معاه يابا، وانه طلب من جن الفانوس يشغله في وظيفة ميري في ديوان المحافظة عشان يبقى ظهره مسنود على الحكومة ومحدش يقدر يقول له تلت التلاتة كام؟ اجيك قلتها بنفسك. يعني ايه؟ انسى مصباح وفانوسه؟ ده لا يمكن ابدا ابدا، لا يمكن. ايه يابا مالك في ايه ده؟ لا يمكن ياخد الفانوس وقضى انا بقيت عمري متعوز. ايه ده يابا؟ ان كان عصبية انا هجوزها لك. اسكت. صبية ايه يا تافه يا هبل يا متعوز يا منحوس يا ملحوس؟ انت عارف يعني ايه يبقى معاك وتحت ايدك فانوس سحري؟ يعني احط ايدي على كل بيت ودكان في الخان وفي اي مكان. يعني هتعمل ايه بس يابا؟ هعمل، هخلص على مصباح، هقتله. وسلام على اللي قالوه، قالوا لنا فانوس ولا في الاحلام، وفي ليلة لما نحوس هيبدل حالك تصبح بندام. وسلام على اللي قالوه، قالوا لنا فانوس ولا في الاحلام، وفي ليلة لما نحوس هيبدل حالك تصبح بندام. يا عالم فوصح ده كله كلام اوهام، ومفيش فوانيس ولا جني ده فاتي واي كلام. يا عالم فوصح ده كله كلام اوهام، ومفيش فوانيس ولا جني ده فاتي واي كلام، ده فاتي واي كلام. شارك بالتمثيل سيد الشرويدي، سيد الرومي، يوسف عبيد، جلال الهجرسي، عادل خلف، مصطفى علاء الدين، ومراد فكري صادق. التسجيل والمونتاج استديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية مهاب مروان. مساعد إنتاج محمود حسين. منتج فني يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. مصباح علاء الدين، تأليف محمود البزاوي، إخراج عبد المقصود محمد.